محافظ صلاح الدين يتابع مراحل إنجاز مشاريع الأمن الغذائي ويرفع التأهب المبكر لموسم الحصاد مع توقعات لتصدر قائمة سلة العراق الغذائية. تطمينات في صلاح الدين بدفع مستحقات الفلاحين بنفس يوم تسويق الحنطة، والاستعداد المبكر للموسم الصيفي بوفرة مالية في الثرثار. مراقبون يتداولون سيناريو تغيير مفوضية الانتخابات وتأجيل مجالس المحافظات، والعفو العام يعود إلى طاولة التفاهم السياسي في البرلمان. اجتماعات برلمانية مفتوحة لإقرار الموازنة ومراجعة صندوق البترودولار، والتنويم المغناطيسي ظاهرة جديدة في الاحتيال على العراقيين.